الأصحاح السادس عشر. ولما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة بعض الطيب ليذهبن ويسكبنه على جسد يسوع. وفي صباح يوم الأحد عند طلوع الشمس جئنا إلى القبر، وكان يقول بعضهن لبعض: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فلما تطلعنا وجدنا الحجر مدحرجا وكان كبيرا جدا، فدخلنا القبر فرأينا شابا جالسا عن اليمين عليه ثوب أبيض، فارتعبنا. فقال لهن: لا ترتعبنا، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، ما هو هنا بل قام، وهذا هو المكان الذي وضعوه فيه. فاذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس: هو يسبقكم إلى الجليل، وهناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا من القبر هاربات من شدة الحيرة والفزع، وما أخبرنا أحدا بشيء لأنهن كن خائفات. وبعدما قام يسوع في صباح الأحد ظهر أولا لمريم المجدلية التي أخرج منها سبعة شياطين، فذهبت وأخبرت تلاميذه وكانوا ينوحون ويبكون، فما صدقوها عندما سمعوا أنه حي وأنها رأته. وظهر يسوع بعد ذلك بهيئة أخرى لاثنين من التلاميذ وهما في الطريق إلى البرية، فرجعا وأخبرا الآخرين فما صدقوهما. وظهر آخر مرة لتلاميذه الأحد عشر وهم يتناولون الطعام، فلامهم على قلة إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم ما صدقوا الذين شاهدوه بعدما قام، وقال لهم: اذهبوا إلى العالم كله وأعلنوا البشارة إلى الناس أجمعين، كل من يؤمن ويتعمد يخلص، ومن لا يؤمن يهلك، والذين يؤمنون تساندهم هذه الآيات، يطردون الشياطين باسمي، ويتكلمون بلغات جديدة، ويمسكون بأيديهم الحيات، وإن شربوا السم لا يصيبهم أذى، ويضعون أيديهم على المرضى فيشفونهم. وبعدما كلم الرب يسوع تلاميذه رفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. وأما التلاميذ فذهبوا يبشرون في كل مكان، والرب يعينهم ويؤيد كلامهم بما يسانده من الآيات.